هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان. صباح البيتزا فايت لي، راه لاباط راني درت هذاك النهار كاينه في القناه، وان شاء الله غندير بيتزا صغار وبغيت نشاركهم معكم. المهم اي حاجه كنديرها لا كنشاركها معكم ومرحبا. العجينه راني عجنتها خمرات، دابا نخرجنا داك الهول فيها وغادي نديرهم انا غير صغيورين، ملي كنديرهم صغار كيتكانوا. المهم كل مره وكيفاش، دابا غنديرهم غير صغار، دابا غنسرحهم نديرهم غير صغارين وان شاء الله نرجع باش نقول لكم اش غندير في هاد البيتزا. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا درت فيها واحد الطنون مسوس، درت فيها شويه ديال الزعتر، شويه ديال زيت العود، وعجنتها بالحليب، وشويه ديال معلقه كبيره ديال سنيده مع مراش، المهم معلقه، وشويه ديال الملحه والخميره ديال الدار، وعجنتهم بحليب دافي وخليتها تخمرات. دابا غنديرهم غير صغار وغنسرحهم وغنديرهم فهاد الطاوة هادي، ندخلهم غير شوية الفرن ونخرجهم، ومن بعد غندير فيهم المقادير. فايت لي دايراها في القناه، راه كاينه في واحد الفيديو اللي بغيت نخليها لكم في صندوق الوصف، وعاودت صورتها وشاركتها معكم. ان شاء الله دابا غندخلهم الفرن يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله باش نصاوبوا العصير. دابا غندير الفريز، درت واحد البيشه وغندير الفريز وغندير ليمون واحد البنانه صافي، ونزيد عليه الماء وغادي نطحن. هنا الا درت الفريز درت واحد البيشه وغادي ندير واحد جوج بنانات وغنطحن.
ديالنا ملي كملناها هي هذه، راه باقي مازال وحده تبارك الله كتخرج واحد الكميه اللي هي كثيره. انا غنخلي لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف، والعصير اللي صوبنا جميعا هو، والطبله ديالنا الله يجعل ربي يتقبل منا الصيام والقيام، وبصحتكم وراحتكم ورمضان كريم. نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك عواشركم. اليوم غندير لكم بريوات بالحوت. كنحتاجو في هاد البريوات شويه ديال الشعريه الصينيه، راني درتها في شويه ديال الماء سخون وقطعتها. عندي هنا شويه ديال الكروفيت، عندي هنا شويه ديال الكالامار، شويه ديال المعدنوس. هادو بالنسبه لهادو غير للتزيين الا بغيت ندير شي وحده صغيره. شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال زيت العود، لاصوص سوجا. هنايا عندي ثلاثه ديال الدروسه ديال الثومه. هنايا عندي شويه ديال الحامض مصير. هنا عندي شامبينيون واحد العلبه، عندي معلقه ديال مطيشة الحب، وعندي شويه ديال الزبده نحتاجها في الدهن من بعد. بالنسبه للحوت درت الميرنا، درتها فورتها في الكسكاس مع شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وورقه سيدنا موسى، ومعلقه ديال الهريسه نسيت ما قلتها لكم. معلقه ديال الهريسه اختياريه اللي بغى كيبغي الحرور، هي كتجي زوينه بالحرور. وهذه الطريقه الحوشبة تقريبا انا دايرها هنا في واحد الفيديو، الا بغيتوها ان شاء الله نخليها لكم في صندوق الوصف وغنشارك معكم حتى هذه ان شاء الله. ها هي المرنه فورتها حتى هي هنايا، درتها تفور شويه تطيب ونحيد ديك الهبره ديال البيضاء ان شاء الله. نقيتها، ماشي ضروري المرنة الا كنحط بيض، اي نوع من الحوت البيض. سمحوا لي راني عيانه شويه داكشي اش كنهضر معكم بهذه الطريقه هذه. المهم غادي تنقيوها مزيان وتزيدوها على داك الخليط داكشي اللي درنا في الاول. غندير دابا الحامض مصير، غندير الزيتون، شوي ديال الحامض مصوب، دابا صافي غنطفي عليها ونخلط معها ان شاء الله الشعريه الصينيه. شويه تتبرد وان شاء الله نعمروها. بالنسبه للحشوه اللي غندير في هذه البسطيله، كاين عندي هنا تقريبا واحد شويه ديال البصله، عندي هنا واحد جوج خيزويات، عندي هنا واحد جوج كورجيتات، عندي واحد شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الدجاج كان عندي قطعته فيه تحيت منه الهبره اللي فيه وقطعته طريفات صغيرين. هنا عندي عندي الزيتون، المهم قطعته بحال هكا، المهم درته في واحد الطحانه طحنته بهذه الطريقه هذه، المهم يكون بحال هكا حبيبات ديالو صغيرين. عندي هنا شويه ديال الحامض مصير غنهز منها شويه قطع، وعندي شويه ديال الحرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الملحه.
شويه ديال الشعريه الصينيه، نديرها شويه في الماء السخون، نديرها دابا هنا شويه ديال البطاط، غنديرها غير شويه وغنحيدها ان شاء الله ونرجع معكم باش نوريكم التتبيله. هذه حشوه ديال الدجاج، طرونش هذا طريفات ديال الدجاج، درت فيها هذا الخبز محكوك وكورجيت محكوك والبصله مشحره وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال زيت العود وصافي تقريبا، وشعريه صينيه هي قطعتها ودرتها فيها والتوابل. المهم الفيديو راه غنخلي لكم ان شاء الله تشوفوا. ها هما البريوات ديالنا ملي كملتهم، هادو شويه درتهم شويه كبار عمرتهم، وهادو حتى هما صغار شويه عليهم، وهادو ديال الخضره الدجاج والخضره اللي قلنا غنخليهم لكم في الفيديو. نتمنى هادشي اللي كنقدم لكم يعجبكم، وشكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم الزوينه، وعلى الناس كاع الجداد والقدام اللي مشتركين عندي في القناه كنشكركم بزاف 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 بزاف، وكنقول لكم من هنايا مبروك عواشركم، الله يجعل سيد ربي يحفظنا ويحفظ الجميع يا رب، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله، وان شاء الله ملي غنطيبهم راه غنقدمهم لكم غدا. بالسلامه عليكم.